العنابي هو اللي راح نتحدث عنه، لأنه هذه المرة في هذه البطولة هو حامل اللقب وهو أيضا المستضيف، وراح يدش المباريات في المجموعة الأولى في الأيام القادمة أمام منتخب لبنان في مجموعة ليست بالسهلة لكنها بالتأكيد ليست بالصعبة. الصعب هو التغيير اللي حدث مع بطل النسخة الماضية العام 2019 بتغيير المدرب كيروش والإتيان بالمدرب الإسباني بارتولوميو لوبيز، لأن يكون رجل المرحلة الحالية في وقت جدا ضيق. خاض من خلاله مبارتين وديتين، فاز في الأولى على كمبوديا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وخسر في الثانية أمام المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف واحد، حيث استدعي 23 لاعبا. وصيب في الفترة الماضية محمد مونتاري وسام الطيري واستبعدوا، وحل مكانهم إسماعيل محمد وخالد محمد صالح لأن يكونوا حاضرين ضمن تشكيلة العنابي في البطولة القادمة. أنا فعليا، وهذا رأي شخصي، ما أنتظر فكرة المحافظة على اللقب رغم أهميتها بالنسبة لمنتخبنا الوطني. أنا أنتظر من العنابي أداء مميز من جميع النواحي الدفاعية والهجومية وعلى مستوى وسط الملعب في إقفال الطرق المؤدية إلى مرمانا وصناعة الفرص أمام مرمى المنافسين. لماذا؟ لأن السبب باختصار، إحنا نعرف أن بطولة آسيا بطولة صعبة، وآخر من قدر يحافظ على اللقب كان اليابان في العام 2004، ومن بعدها ما في فريق قدر يحافظ على لقب بطل القارة. لذلك إن أدى العنابي أداء المفضل فما بكرت النتيجة النهائية راح نكون راضين، أن الهدف الأسمى والأكبر بالنسبة للكرة القطرية حاليا هو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026. والحديث أكثر، رحبوا معي بالإعلامي الشاب والمميز محمد حسن ضيفا علينا في خليجي من ونون. محمد أهلا وسهلا بك، توقعاتك للعنابي بعد التغيير بالنسبة للمدرب بارتولوميو لوبيز في المرحلة القادمة في كأس أمم آسيا؟ يا مرحبا فيك يا دكتور. طبعا انا واغلب الشارع الرياضي كنا راح نكون ضد استقاله او الاستغناء حتى عن كارلوس كيروش بحكم ما بقي وقت كثير على البطوله الاسيويه، الا ان لوبيز ليس بالغريب على الدوري الإقطري او على اللاعبين بشكل عام، ست سنين مع نادي الوكره، قبلها خذ تجربه ليست بسيطه مع سباير. اعتقد انه راح يقدم الكثير مع المنتخب، خاصه انه هو قادر على 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 التداور بين اللاعبين، على الانسجام معاهم بشكل كبير. شفنا هاي الاشياء في السوشيال ميديا، شفنا هاي الاشياء في التدريبات اللي حضرناها مع المنتخب قبل انطلاق البطوله بايام. في العديد من الامور بتخليك انك تكون متفائل للبطوله الاسيويه مع لوبيز. وين تتوقع العنابي ينهي البطولة؟ في أي مركز؟ هل يستطيع تجاوز حاجز دور الثمانية، النصف نهائي، العودة مجددة للمباراة النهائية والفوز بالبطولة؟ منتخبنا الوطني راح يتسلح بعامل الأرض والجمهور، إن شاء الله راح يكون قادر على المواصلة بعيدا، خاصة أن إحنا لما شفنا في القرعة بين A و B ما راح تكون عندنا عقلات إلا المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الإيراني. أعتقد بعد التجارب الكبيرة اللي خضناها، تصفيات أوروبية لكأس العالم، الكونكاكاف والبطولات القارية الأخرى، عطت اللاعبين الثقة والخبرة بأنهم يلعبون في آسيا بكل أريحية، وأنهم يقدرون على الأقل أن يصلون إلى الدور قبل النهائي من البطولة. شكرا لك الإعلام محمد حسن ضيفا علينا في خليجي من ونون، إن شاء الله نستضيفك في مراحل قادمة، نشوفك بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة.